تنضم إلينا عبر الهاتف مباشرة السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية. سعادة السفيرة أهلا بك ضيفة عزيزة على شاشة التلفزيون المصري. سيادة السفيرة منى. أيوة أهلا بحضرتك ضيفة عزيزة على شاشة التلفزيون المصري. وأهلا بالتلفزيون المصري وبكل مشاهدي، أهلا بكم. سيادة السفيرة منى، اليوم كان المؤتمر الطبي صحة أفريقيا، المؤتمر الثاني في نسخته أيضا والذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي وبرعاية كاملة منه، وفي هذه الأثناء يقوم السيد الرئيس الآن بزيارة وبجولة أفريقية تشمل زامبيا وأنغولا وموزمبيق، ومن المعروف أن سفيرة منى عمر لها باع طويل في القارة الأفريقية. أهمية هذه الزيارة وانعكاسها على حجم التبادل والعلاقات وأطر التعاون المشترك ما بين مصر والقارة الأفريقية. هو أولا طبعا أنا بحيي التحرك المصري القوي اللي بيشمل كافة المجالات، يعني إحنا حضرتك بدأت بالكلام عن المؤتمر الطبي الثاني، مؤتمر ومعرض، وده حدث هام جدا، وكون أن السيد الرئيس يحرص على المشاركة فيه فده بيبقى تعلية للدور المصري في معالجة المشاكل الأفريقية. احنا عندنا مشاكل كثيرة جدا بتواجهها القارة، ليس فقط مشاكل سلم وأمن، ولكن مشاكل صحية وتعليمية وبيئية والكثير من الموضوعات. فمصر الحقيقة ليها مساهمات في كل هذه المجالات، وطبعا ده المعرض الثاني. المعرض الأول كان من سنة بالضبط، وبيمثل فرصة قوية جدا للتعاون ما بين مصر وشقيقتها الأفريقية في موضوع بيحتل أولوية. الموضوع الثاني اللي هو الجولة التي يعتزم الرئيس القيام بها. حضرتك تعرف ان هو مصر هي اللي كانت تولت رئاسة الكوميسا، منظمة الكوميسا اللي هي منظمة دول شرق وجنوب القارة الأفريقية في خلال العام الماضي، وبالتالي مطلوب ان احنا نسلم الرئاسة حاليا لزامبيا. بس الرئيس متواجه بالسول مجيد جنوب، ويعني يهمني ناس قطية في القارة. نعم. فإن شاء الله الرئاسة الرئيس الزمني بعدها هيتوجه لدولة أنغولا وموزمبيق. احنا كان عندنا أكثر من زيارة، يعني مرتين جالنا رئيس موزمبيق في زيارات لمصر، واتفاق معاه على عدد كبير جدا من المشروعات ومجالات التعاون، وبالتالي الرئيس بيرد الزيارة اللي هي خاصة برئيس موزمبيق وبيتوجه لأنغولا كمان. احنا الزيارتين دول انا بعتبرهم، هم فعلا اول زيارات يقوم بها رئيس مصري منذ سنوات عقود طويلة جدا لهذه الدول. طب سيادة السفيرة، لو وددت ان اسألك عن سيادة السفيرة، عفوا، مصر دائما وابدا ما تحمل هموم القاره الافريقيه في المحافل الدوليه وتعبر عنها بالصوره الحقيقيه والمطلوبه سواء في الامم المتحده او في كافه المنظمات الدوليه. ماذا عن هموم القاره الافريقيه وعن وضع حلول جذريه لها؟ لا يعني حضرتك بتتكلم طبعا في موضوع ممكن احنا نتكلم فيه من هنا لغايه قادم. هموم القاره الافريقيه كثيره جدا. نعم. وزي ما قلت لحضرتك في البدايه، الموضوعات السلم والامن واللي بتضمن سواء الأزمات الداخلية عدد كبير من دول أفريقية رأسها السودان في الوقت الحالي وليبيا والصومال وما تشتم من يعني قدر الاستقرار اللي حدث مؤخرا، والكونغو ما زال في منطقة شرق الكونغو في يعني مشاكل كثيرة جدا وصراعات دموية بتحصل وقتلى بيسقطوا، نضيف إليها عملية الإرهاب اللي أصبح أيضا منتشر. فبنتكلم على منطقة الغرب، عندنا يعني حركة بوكو حرام أو نعم. ودي منتشرة في أكثر من دولة من دول غرب أفريقيا بالإضافة لنيجيريا يعني، وعندنا حركة الشباب، وطبعا كل الحركات اللي هي يعني منتمية للقاعدة أو لغيرها من التنظيمات الإرهابية.
فدي مشكلة بتؤرق القارة، والرئيس كان حريص جدا 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 في كل محادثاته مع أنداده الأفارقة على أن ده يبقى من الموضوعات اللي تحتل أولوية، لأن احنا عندنا خبرة في القضاء على الإرهاب في مصر، وبالتالي ده من المجالات اللي كنا بننقل خبرتنا فيها للدول الأفريقية التي تقع ضحايا لمثل هذا الإرهاب. مصر سباقة في هذا المجال. نعم، كل الشكر والتقدير ضيفتي الكريمة سعادة السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، شكرا جزيلا لك.